مش خطط، عايزة أخلاق. في أخلاق في دين، مفيش أخلاق اوعى تبصر عليا الدين لحسناني أعني إيه شباع. أصلاً مش هعيش أكثر من هعيش قبل كده. رفعت عاش عبد السيد وليه المسلمي، رفعت عاش أبويا عبد الجليل، رفعت عاش العظماء مع الراجل ده. فأنا مش هشوف أحسن من اللي أنا شفتهم. اللي أنا شفتهم ما كانوش بيفرقوا في حبهم. اللي أنا شفتهم ما كانوش إيه؟ بيفرقوا في حبهم. كان الواحد في واحد يساوي واحد. إليك لجأنا يا رسول الله، فأنت حمانا وأنت باب الله، وأنت وسيل كل نبي ورسول ونص الآية. رضا حضرت النبي من رضا الله. يا مسلمين رضا سيدنا النبي من رضا الله، ورضا آل بيت سيدنا النبي من رضا رسول الله، ورضا عباد الله الصالحين من رضا آل بيت رسول الله. مهما تكون آدم، ومهما تكون مثقف، ومهما تكون عارف، ربنا اداك العلم عشان تتواضع مش عشان تشيل التكليف. ربنا اداك حاجه حلوه عشان تحترم الصالحين الاول. ان الصالحين حبوك قال البيت هيحبوك، وان حبوك قال البيت سيدنا النبي هيحبك، وان حبك سيدنا النبي ربنا يحبك. انما انت بقى تشيل التكليف وتقول خليك منك من الباب كده منك لله والله العظيم. لا لا لا، انت العبد وهو الرب. كان في مشوار كبير بين العبد والرب. وبعدين طبعا زي ما كان بيقول سيدنا الشيخ جمال، مش كله زي بعضه. العجلات عجلات والمهندس مهندس. يا هائما في حب رسول الله وآله وزاويه الهيات على علم. يا هيما يا هيما قوي قوي يا عمي اللي هيما خالص خالص في حب النبي وزاوي الهيام على علم. الهيام على أدب، الهيام على تواضع، الهيام على مسؤولية لربنا يرضيه. ولكن كيف يكون حبنا لرسول الله وآله وكلنا يعصيه؟ أهو حبنا نتفاخر به وندعيه، أم هو إكراه والعمل مخالف لما فيه؟ هو قال حبوني يحببكم الله، هكذا قال الله على لسان نبيه. فيا من تريد هذا الحب وتبغيه فتعالى إلى كتاب الله وسنة نبيه. وسيدنا النبي قال مش هتبقى مؤمن إذ لم تحبه لأخيك كما تحب لنفسك.
اذا بتحب يعني بتصلي بتصلي يا اخوي، حسناتك لك يا اخوي، العباده دي بتاعتك انت يا اخوي، بس ما تعرفش تعيش لوحدك على الاقل، لازم تعيش بيك وانا اعيش بيك وكده. يبقى هنا 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 حضرة العملة وشيخ البلد وكفر الحصن وشبابها اخواتي واولادي وحبايبي كل كفر الحصن والحاج علاء ابو رضا ابو زهراء وطبعا والحاج ابو رضا وكلهم سامعيني اخواتي وحبايبي ربنا الفتحه لروح الشيخ اسماعيل الحلبي ربنا يرحمه رحمة واسعة برضه كف الحصن فتح كف الحصن كله ربنا يبارك في أولاده وينجحهم ويشفي كل مريض وحضرة الأرض والإدارة وربنا يبارك فيكم جميعا فيا من تريد هذا الحب وتبغي فتعال إلى كتاب الله وسنة نبيه على نهر نوافيه يا أعظم المرسلين يا نجاة للهالكين يا جليس للذاكرين ويا أنيس للموحدين يا برزخ البحرين يا صخرة الكونين يا فخر السقالين يا جد القمرين مولانا سيدنا الحسن ومولانا سيدنا الحسين نحن في جاه والسامعين والحاضرين واهل مصر اجمعين يا مليح الوجه يا سيدي يا رسول الله الخيام لله والصديقين والشهداء وسكان الارض والسماء والساده الحضور جميعا وصاحب الدعوه الطيبه الحاج سعيد ابو شنب ربنا يبارك في اولاده ويبارك في كل اللي حضر منور وعايز اقول كلمه اللي هيجيب نفع لله كده كده اهلا واللي يفكر يمسك الكريستال ممنوع ومش عايزين منه حاجه من الاخر عشان نقول ايه سيبني يا عم براحتك يا عم الصلاه على النبي الصلاه على النبي يا عم الصلاه على النبي معلش يا عم الناس بتوع سيدنا النبي بيتحملوا كل حاجه ربنا يلهمنا الغار وعبوبية حد بس يذكر عم الشيخ جوح وعم الشريف والسيد سيد علي والسادة الأحمدية والسادة الجرامية والسادة الدفاعية وسعادة الباشا الأستاذ على حسابي انت عندنا في الزرازين والدكتور أبو هاشم الدكتور أبو هاشم محمد صلى نائب السادة الدفاعية عن مركز الزرازير أنا عندي شكوى لسيادة الزرازير الشيخ سعيد أبو شعش نائب السادة الدفاعية عن كفر الحصن يا على دماغي ويا ألف مرحبا بيكم بيكم يلا يا حبيبي
الشيخ عبد المنعم ابو سعد حد عبد المنعم معاوي وكيل الخلفيه ابو سعد كل اخواتي الله يشكر فيهم سيدي عالم سعيد مع حبايب سيدي عالم سعيد اروح المجلس بس ربنا يبارك فيه وفي ألف مرحب بيك وفي بلدك وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ
I'm gonna go to the hospital.
يا صاحي يا حي، أقول بلا
I'm gonna go to the
الشيخ محمود سبب الاولاد سبب الفلوس فلوس يا ولد الفلوس لحل كل الدول السكوت والاستاذ استاذ والتلميذ ايه؟ التلميذ